يهرولون كل يوم من أيام المونديال ليحضر كل منهم علم منتخبه الرياضي المفضل ويجلسون أمام الشاشات، فهذه المباريات لن تتكرر إلا بعد 4 سنوات أخرى. هذه هي حال الناس في كل أنحاء العالم، فلا غرابة عندما نرى الفتيات الأجنبيات في الملاعب الدولية والعالمية، لكن في المقابل عندما نشاهد فتاة عربية تتحدث عن الرياضة أو تشاهد وتنتقد، تبدأ الأعين والألسن بالاستنكار وتوجيه الاستفسارات والامتعاض أحياناً، إنه أنت شو فهمك؟ وهل تعرفين أسماء اللاعبين أصلاً؟ وكأنها حكراً على الرجال. عموماً هذه هي الصورة النمطية لارتباط الفتيات بالرياضة في عالمنا العربي. في السنوات الأخيرة بتنا نشاهد اختلافاً واضحاً في هذا الموضوع، إذ كانت الفتاة العربية تشارك الشباب في الذهاب إلى المقاهي ومشاهدة المباريات، إضافة إلى كونها أثبتت أنها خصم لا يستهان به في كثير من الميادين، فأصبح لها دورها في التحليل والتشجيع والتوقعات لكل مباراة. لكن في المجتمعات ذاتها التي تصفق للمشجعات الأجنبيات، ما يزال هناك حرمان للمرأة من الإعلان عن أبسط حقوقها ورغباتها.